خنسدشفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. السلام عليكم فينا زورك لفور كاميرا هذيك اللي دايره اش ما بغيتي لا كتقدر قلتها هذا عافاك الشهر وتشريف الشريف الله يخليك هنا وقال لي على واحد الاخت على ما اظن يوتيوب كتشتمها بالعاهره سلطانه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة وخوتنا الجزائريين. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير إخواني أخواتي. اليوم إخواني أخواتي فيديو جديد كما العادة وقبل كل شيء فغادي نتكلموا على السيد سي محمد المديمي. فدفاع السيد محمد المديمي والمناضل الحقوقي الكبير طلب تأجيل الجلسة حتى يكون حاضر سي محمد المديمي، لكن طلب ديالو ترفض من طرف القاضي بسبب أن الملف إخواني أخواتي جاهز للمناقشة والمرافعة ولا فائدة في التسجيل المستمر. أما إخواني أخواتي المتهمة دنيا بطمة والموجودة حاليا بالمحكمة الابتدائية بمراكش كتبكي وكتنحط وتعيط العادة بالعادة والعادة مرفوضة، القاضي كيعصر فيها مزيان وواجهها بأدلة دامغة وهي كتلوى ولكن إخواني أخواتي بدون جدوى وجرى من وراها مشعوذ ومشعوذة باش يكملوا طلاميس سابح اللي بداو به طلاميس ديالهم في داخل المحكمة. واش عباد الله واش عباد الله المغنية جايبة معاها السحار وسحارة جايبة معاها سحار وسحارة باش يتعرضوا للسلطانة ويقربوا منها ويرشوا عليها، والشيخة السحارة كتقول لها العاهرة العاهرة عوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إن هذا منكر واش هبلتو واش حماقيتو لهاد الدرجه وصل بكم الكفر والخبث والخبث عباد الله وصل بكم لهاد الدرجه لهاد الدرجه ما بقيتوش كتخافوا من الله ما بقيتوش كتخافوا من سيدي ربي. فحركه يديها اخواني اخواتي هاد الشارف بوطاكي السحار ماشي طبيعيه، حركه يديه ماشي طبيعيه، تيمد يديه قدام الناس بحال الا باغي يطير وقدام المخزن او لا واحد علق عليه ولا قال له اش كدير الشريف. فمشدودين في الكاميرا السحاره بجوج، الشيخه كترش وهو كيقرا ويدور ويتبرم على السلطانه. اتفوا على عائله موسخه عايشين غير بالدعاره والسحر والشعوذه، غير ما لقيتوا حل مع لالكم سلطانه نطوا للتشعويد والسحور يا المجرمات. هادشي كله دايرينو باش يشوشوا اخواني اخواتي على الراي العام وعلى السلطانه باش تنوضها معاهم من بعد ما قالت ليها العاهره وتنوض السلطانه تناتف معاهم وتتعاطى معاهم. راه امر محبوك جدا اخواني اخواتي، عارفين راسهم اش تيديروا ودارسين الامور ديالهم يعني بانضباط
دار الصين الخطط ديالهم خطوه خطوه باش تدابز معاهم وتمنع من حضور الجلسه. ولكن لا، خليك ذكيه يا اختي السلطانه، راه باي وسيله باغيين ينصبوا لك فخ. خلي الكلاب ينبحوا لانهم مشريين مشريين بالفلوس. اما المشكل الثاني اخواني اخواتي اللي هو المغنيه اللي جايبه معها لي بوديغارد وما وقفوهاش، ومعها سيدي خيه ديال بوشكاره، وهز راسها السما بحال الا تقول السيده داخله للمحكمه كانها ضحيه في الملف، وهي اكبر متهمه واكبر مجرمه على هذا الحساب هذا، ومتابعه بستة فصول. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسلطانه ما خلاوش راجلها يدخل معاها، فعلاش زعما؟ واش حيتاش هذيك شيخه والاخرى لا؟ واش حيتاش هذيك تهز البوط والاخرى لا؟ فكنتمنوا من سلطانة انها ما توقعش في الغلط للمره الثانيه، ما توقعش في الغلط، لانه اخواني اخواتي ما كانش عليها تجاوبها ولا ترجع لعندها لديك السحاره مولات الرش اللي قاسه كترش من ورا المغنيه وترش من ورا سلطانة باش انها تلف وانها تنوض تجعر وتنوض مشاده معاهم من الشعر. فهما هدفهم عرقلة الحكم، هما الهدف ديالهم هو عرقلة الحكم، والجلسة ما تمش بخير وعلى خير، والسلطانة تولي مدازة. وشوفوا المجرمة اللي مصيفطين ليها السحارة كيفاش كتدخل في وجهها في سلطانة، أباغا تسنطح سلطانة في وجهها باش يتشادوا باليدين وتمشي فيها سلطانة. هذا هو الهدف ديالهم، ولكن خاص سلطانة تفيق لهذا الشيء وتخدم عقلها، لأنه هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. فهاد الكليبة راه باينة فيها كدير الميناج عندهم، ووعدوها بشي جلابة يمكن مع حالتها تبكي العدا تبكي العدا عباد الله، ومع أنهم باقي ما بردش ليهم القلب وباقي ما برداتش ليهم الحرقة ديال وعلاش هالمغنية المشبوهة وناضو داروا هاد الفيلم اليوم. فقوالبهم حفظناها وأفلامهم قدامت، وربي مع المظلوم، واخا ما عرفت اش يديروا السلطانة أولى المديمي، والضحايا منصورين بإذن الله الواحد الأحد. المغنية خوتي داخلة المحكمة مع البوديغارد وداك بوكرش ديال راجلها. فهنا اخواني اخواتي كنشوفوا الفرزيات، فمن تكون بالله عليكم هذه المغنيه داخل المحكمه بكل الحريه بكل حريتها، فمن تكون هذه الفنانه الوسخه؟ بالله عليكم من تكون هذه الفنانه الوسخه؟ سلطانه مسكينه اللي ضحيه واقفه حدا الباب، حتى راجلها ما بغاوش يدخلوه. شي امور ما كتبغيش تفهم لينا، ما كتبغيش اخواني اخواتي انها تفهم لينا. كتشوفي مشاهير عالميين وكبار وكبار وكتكون المحاكمه ديالهم داخلين كايها الناس كايها الناس مع عباد الله داخلين المحكمه، فمن تكون هذه المغنيه الاعراس؟ من تكون هذه المغنيه المجرمه؟ دوسيها كل موسخ بالمعاطيه في السوشيال ميديا ومضاربه بالسب والشتم وقذف الناس، وزيدها بملف كبير كله مصائب، وباقى لحد الساعه كتزعرط علينا الدور، وباقي ما تشدتش في الحبس، لان هي مولات الحساب. الاخوان المغرب كامل عارف هذا الشيء، المغرب كله عارف، رجالا ونساء. تسول دري صغير في عمره عامين يقول لك المغنيه هي مولات الحساب حمزه مون بيبي، المغرب كامل عارف. واش البلدان العربيه عباد الله عارفين؟ حتى ولات عند اجانب حتى هما عرفوا على حقيقتها وكيهضروا عليها في الصحف وملقبينها بمجرمه السوشيال ميديا. وهذا الشيء كله الاخوان والاخوات، وباقي كتدعي لانها مظلومه وبريئه وما دايره والو. الا لمني ما دايره والو، لا جايبه سحار وسحاره معاك للمحكمه يرشوا على لالياتك وسيادك. علاش هذا الشيء كله؟ علاش هذا المستوى المنحط والاسلوب الرديء اللي كتوليتي كتعطي ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فاحنا كنطالبوا من المغاربه كاملين انهم يديروا تحصين ويديروا الرقيه الشرعيه ونحصنوا راسنا من هاد المشعويدة. المشكلة هاد الشي كيزيد وسخ سمعة المغرب، كيزيد يوسخ سمعة المغرب وسمعة المغربيات والمغاربة من ناحية الشعوذة. حسبنا الله ونعم الوكيل،
كل واحد كيوسخ صورة المغرب والمغاربة. خاصنا نطالبوا أنهم يشوفوا الكاميرا ويقبطوا الفقي والفقيها اللي معاه، ويعترف شكون اللي قال له يدير هاد الشيء، ويرش على سلطانه ويرش باب المحكمة ويدير ذاك الحركات اللي كتجلب الأنظار باش كلهم ياخذوا عقابهم، لأننا والله العظيم إخواني أخواتي لهزلت. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وحسبي الله ونعم الوكيل.